عرف ما يأتي نهر الكرخ. الحقيقة نهر الكرخة هو نهر ينبع من سلسلة جبال زكروس جانب الشرقي من العراق، ويصب في هور الحويسة. نهر الكرخة كان عليه جدل عندما قبل اتفاقية 75 على أساس مصب مشترك، لكن بعد اتفاقية الجزائر 75 أصبح بالكامل نهر إيراني بالكامل، ينبع ويسير ويصب داخل إيران، لأن صارت خط التالي هو الحد الفاصل، فكلها صارت فيه. حاليا نهر الكرخ الحقيقة أيضا يخضع لمواسم مختلفة، أكو سنوات رطبة جدا، صارت في 2019 كان مصدر للفيضان كبير جدا، تذكرون أكو 40 مدينة في على يعني في الجانب الشرقي قريبة للحدود العراقية الإيرانية غرقت، والمياه جت إلى هور الحويزة وإلى هور الحويزة مشترك بين العراق وإيران، وأثرت بشكل حاد على حقول النفط، حقول مجنون، وكانت مهددة أن تغرق حقول مجنون لهالحد. هذه في 2000 وتجي سنوات جافة حادة جدا، بحيث هي صار 4 سنوات بعد 2019 للأسف لا توجد مياه من الكرخة لتغذية هور الحويزة، يغذى هور الحويزة من نهري الكحلاء والمشرح العراقيين يعني من دجلة. المياه المعالجة هذه صارت عالميا مسألة حيوية وأساسية. المياه المعالجة المقصود بها استخدامات البشر، تعرف الناس يعني احنا نوصل مياه خام لغرض استخدامات البشر بعد ان نصير لها تنقية وتوصلها للمواطن للشرب والطبخ والاكل والمغاسل وكلها، هناك مياه راجعة نفس كمية، لان يعني البشر الانسان ترى ما يستهلك هاي المياه، يعني هو صح يحتاج 3 ألتار من المياه يوميا، لكن جزء كبير من هذه تطلع، ما يتفاعل ويا الجسم الإنسان قليل جدا. إذا هاي المياه الراجعة من كافة الاستخدامات بالعالم أصبح قاعدة أنه إعادة استخدامها مجددا بعد أن يصير تنقيتها من المواد الثقيلة وبعض المعادن، وإعادة استخدامها لمناطق محددة، يعني نوصي أحيانا لأن نفسيا الناس ما تتقبل أن تستخدم لزراعة محاصيل خضروات أو تؤكل، فتروح للأحزمة الخضراء مثلا، ممكن هي معمول بها في العالم، في دول الخليج حاليا تقريبا 100% من هذه المياه تستخدم لها الأغراض، فبالعكس هي وسيلة مهمة جدا. إحنا الواقع بالعراق نسبيا متأخرين في هذا الجانب، الواقع هذا النشاط هو يعود إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، مو إن بالذات، بس هسه أكو مشاريع جيدة، يعني في مدينة كربلاء المقدسة مشروع ممتاز حاليا ينتجون 2 متر مكعب وراح يصعد إلى 8 متر مكعب مياه معالجة، عندنا فكرة نستثمر هاي المياه المعالجة للأحزمة الخضراء اللي تحيط مدينة كربلاء، الحزام الشمالي بالذات أو الجنوبي أيضاً والشمالي أيضاً، نقدر نوصل لأنابيب هذه المياه. إذاً مياه المعالجة موضوع حيوي جداً يجب أن نعتمده، لأن لا يمكن أن نخسر هذه المياه، لأن هذه مصادر تدخل ضمن الموازنة العامة للمياه في البلد. نعم. اتفاقية رامسار. نعم. رامسار الحقيقة هي اسم مدينة إيرانية. هذه الاتفاقية هي قديمة، أنا ما يحضرني التاريخ بالضبط يعني التوقيع عليها. هذه تعني بالأراضي الرطبة في العالم. طبعاً تبنتها الأمم المتحدة، واعتبرتها من الاتفاقيات المهمة المعمول بها عالميا، لأن الأراضي الرطبة يحتاج لها حماية. نعم. مع الأسف هناك كثير من
الدول تتعامل بشكل سلبي مع الأراضي الرطبة، ومن أهم هذا التعامل كتجربة هو كان تجفيف أهوار العراق، جنوب العراق في زمن النظام السابق، يعتبره العالم جريمة، لأن تجفيف الأهوار هي من المناطق الرطبة، هي ليس فقط للعراق، هي للمجتمع الدولي، لها تأثير حتى على المستوى المناخ في عموم في الإقليم وفي العالم أيضا. هذه المناطق يجب أن تكون لها رعاية خاصة. فهذه اتفاقية رامسار تعتبر من الاتفاقات المهمة اللي معتمدة من الأمم المتحدة، وإحنا أحد الأعضاء اللي داخلين بها، وخور الحويزة هو دخل من ضمنها. تحلية مياه البحر. نعم. تحلية في العراق أقصد. نعم. في نعم. تحلية مياه البحر موضوع مهم وحيوي جدا. إحنا لازم نقبل بالواقع. الحقيقة الموضوع الحاجة، ازدياد الحاجة طلب على المياه واضح جدا، لأن أكو زيادة بالسكان، يعني نمو السكاني بالعراق صحيح. ما شاء الله، وفي دول الجوار أيضا، دول المنبع تركيا وسوريا وإيران، إذن أكو زيادة على الطلب، لكن المورد محدود، المورد هو نفسه ما راح يزيد، لأن هو نهري دجلة والفرات. فوين نروح؟ نروح لازم نروح للبحر، ما عندنا بديل، البحر هو المصدر الأخير. الإحصاءات الأخيرة، نعم. الإحصاءات السكانية تقول يعني الزيادة السكانية بالعراق سنويا حدود 1,000,000 نسمة، هذا شيء راح يضغط، شيء غريب يعني حقيقة. نعم. احنا شوف، أنا ما يعني من الصعب أن تجي تصدر قوانين تحديد النسل، تعرف هذه قضايا بها صحيح، لكن بصراحة يحتاج لنا ثقافة، وعي وثقافة لدى الناس. في إيران ماكو قانون لتحديد النسل، لكن أكو التزام. حاليا النمو السكاني، نسبة النمو السكاني في إيران 1.5، في العراق 2.5. ليش؟ إذن موضوع ثقافة ووعي الناس. طيب. هذا المفروض تتحكم بها العائلة والمجتمع ككل، يعني المنظمات أن توعي الناس، لأن موضوع الإنجاب مو سهل، يعني تخلق لك أطفال وأنت ما عندك قدرة على أن تربيهم بشكل صحيح، هذا السبب يكون لك. هذا موضوع اجتماعي، موضوع اجتماعي كبير يعني. طبعا ضع علامة صح أو خطأ مشروع مترو بغداد لن يواجه مشكلة في المياه الجوفية، لن يواجه. صح صح. عوامل سياسية وراء تراجع اطلاقات مياه نهر الفرات من تركيا، اقدر اقول صح ايضا، لان يعني هي العوامل اقتصادية ومنافع اخرى. صح. كثرة الامطار هذا العام ستغني العراق عن اطلاقات مياه تركيا وايران، هي لربما خلال الموسم، لكن احنا لن نقف اذا حقنا، يعني يجب ان نطالب، يعني اذا عندنا مي هسه مو معناته حقنا يروح، لا طبعا، هاي الفكره، هذا لا يمكن. جيد. الاهوار في العراق تجاوزت خطر ازمه المياه. نعم. تجاوزت لهذا الموسم. لكن يبقى مسؤوليتنا ان نامن المياه الى لاستدامتها، لان استدامه الاهوار مساله مهمه جدا. نعم. املاء الفراغات، عدد السدود التي يحتاجها العراق تقدر ب سد كبير، تقدر بصفر، سد كبير، إلا أنه سدود حصاد المياه حوالي 36 سد. زين. المخزون المائي في العراق وصل إلى، لا يمكن أعطي رقم، بس أقول ممكن أن تضاعف الخزين في من نهاية العام الماضي لحد الآن. عدد بحيرات الأسماك التي تم تجفيفها وصل إلى 7,900، ومستمرين إلى إنهاء آخر بحيرة غير مجازة في العراق. تحسن الوضع المائي في العراق أو استدامة تحسن الوضع المائي في العراق يحتاج إلى أن نستمر بالأسلوب الصحيح اللي بدت به الحكومة بشأن الاستخدام الأمثل للمياه.